ولمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. ضيفي الكريم، بعد التحيه، منذ ان اعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاره البدء بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي قبل سنوات، والدوله تولي اهميه بالغه لهذا المشروع، كيف ترى ذلك التوجه وتلك الرؤيه بعد ان تابعنا اليوم الطفره التي تحققت هناك على ارض الواقع؟ يعني الاول احنا نشكر حضرتك، والحقيقه هناك اهتمام بالغ أولته الدولة المصرية لقطاع الزراعة مثله مثل باقي القطاعات الأخرى، ولكن قطاع الزراعة كان بيحظى باهتمام خاص الحقيقة، لأنه له أثر اقتصادي وأثر مجتمعي وأثر بيئي، إضافة إلى أثره على الأمن القومي المصري، على أمن الغذاء، لقمة العيش للمواطن المصري، وبالتالي كان فيه اهتمام كبير جدا بتطوير هذا القطاع وإحداث طفرة نوعية فيه، وده حصل بالفعل. شفنا كم كبير من المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية زي مشروع الريف المصري الجديد، مشروع التوشكا الجنوب الوادي، مشروعات سيناء، مشروعات تطوير انتاجيه وحده الارض ووحده الميه لكل الاراضي المصريه، وايضا مشروع الدلتا الجديده اللي بيعتبر الحقيقه مثال نموذجي للمشروعات التنمويه الحقيقيه، لان هذا المشروع هي قطعه ارض كانت موجوده من مئات السنين، ولكن ما كانش حد بيقدر يروح لان ما كانش في شبكه طرق توصلنا ليها، فالدوله المصريه انفقت مليارات لاعداد شبكه الطرق. ايضا بنتكلم على بنية تحتية، كهرباء، الماء، الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات علشان نقدر نعمل شبكات من المية، نقدر نعمل محطات تحلية مية ومحطات معالجة مية ومحطات رفع المية، محطات كهرباء، كل البنية التحتية تم توفيرها، وبالتالي أصبح كل مقومات النجاح متوفرة في هذا الموقع اللي أصبح موقع عبقري بيربط العاصمة اللي هي الأسواق الرئيسية بالموانئ الرئيسية في المناطق الشمالية، بمطار سفينكس، بمحور رئيسي بيربط كل الدولة المصرية أو بيبقى بيساهم في حركة النقل بشكل كبير، وكمان ملاصقة للدلتا القديمة 2.2 مليون فدان، صحيح هتكون طفرة حقيقية تضاف للرقعة الزراعية والرقعة المنتجة في مصر. النهاردة احنا بنشوف حصاد 350 ألف فدان منهم، ويمكن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير جدا ان الدوله المصريه تقدر تكون يعني حققت طفره حقيقيه في مجال القمح بالتحديد. احنا زارعين السنه دي اكثر من 3.6 مليون فدان من القمح، تقريبا داخلين في 3.7 مليون، وهذا الانتاج يتوقع ان هو يجيب لنا اكثر من 10 مليون طن باذن الله حصاد هذا العام، وده يحقق يعني جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وكمان مشروعات الصوامع والمشروعات الخاصة بعملية الحفظ والتخزين، كل دي بتساهم بشكل كبير جدا في تلبية احتياجات المواطن المصري اللي هو أهم أولويات الدولة المصرية في الفترة الحالية. دكتور محمد، الرئيس السيسي أكد أيضا أن التكلفة التي تخصص لمثل تلك المشروعات هي تكلفة أكبر بكثير من مثيلاتها بمشروعات منطقة الدلتا الحالية، يعني ما السبب وراء ذلك؟ طبعا احنا بنقول أن عشان نقدر نزرع منطقة زي هذه المنطقة احنا محتاجين نوفر طرق، محتاجين نوفر الكهرباء، محتاجين نوفر المية، محتاجين نضخ استثمارات علشان الارض نفسها تكون قادرة انها تتصلح ونجهزها ونعملها التسوية ونمدها بالمخصبات وعلشان تقدر توصل وتكون منتجة، عكس الاراضي اللي في الدلتا القديمة. اراضي الدلتا القديمة 7000 سنة بتزرع، الارض فيها كل الخير، الطمي اللي كان موجود مع النيل، الحياة، كل ده ساهم بشكل كبير جدا ان تكون هذه المنطقة الدلتا القديمة تكون خصبة الحقيقه مقارنه بالاراضي الجديده، ولكن رغم ده الدوله المصريه لم تبخل على استثمار الاراضي الجديده واستصلاحها، لان الحقيقه بتمثل امن قومي مصري، بتمثل امن غذاء للمواطن المصري، ويمكن لو ما كناش عملنا المشروعات اللي نفذتها الدوله المصريه من 2014 حتى الان كنا يكون الاثر بتاع الجوائح العالميه والازمات الدوليه اللي بتمر على العالم يكون اكبر بكثير جدا من اللي احنا شايفينه. احنا الحمد لله قادرين نتجاوز كل هذه الازمات بفضل ما قامت به الدولة من جهود ومشروعات متتالية لخدمة المواطن المصري. الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.